الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الوعي السياسي للأمة والمجتمع والجماعة يعتبر ضرورة وفضيلة، ويعتبر أولوية ثقافية مهمة جدا، ولكن على مستوى القادة الدينيين والقادة السياسيين يعتبر واجبا شرعيا فقهيا لا مناص منه. يعني ما ممكن القائد الذي يقرر مصير الأمة والذي يقرر مصير الشعوب، ويقرر مصيرها بماذا؟ يقرر مصيرها السياسي، ويقرر مصيرها الأمني، ويقرر مصيرها الثقافي، ويقرر مصيرها الحضاري، ويقرر مصيرها الاقتصادي والتنموي. هذا بالواقع يملك مستقبل هؤلاء. هذا عليه بأن يكون على مستوى عالي جدا من الوعي والثقافة، مو فقط الثقافة. قد يكون دكتوراه بالسياسة، قد يكون دكتوراه بالاقتصاد، قد يكون دكتوراه بالفقه في الأصول في جميع العلوم الاجتماعية، ولكنه لا يملك وعيا، لأن هناك فرق بين الوعي وبين الثقافة. الثقافة يمكن أن يقرأها الإنسان، يمكن أن يتقنها الإنسان تخصصا، ولكن الوعي هو وضع الأمور في محلها، وضع القضايا في محلها، في محلها الضرورية. يعني أن يكون على مستوى من الحذر والوعي والإدراك والإحاطة، بحيث لا يمكن يوم من الأيام أن يتحول إلى جسر لمصالح أخرى يمكن أن تضرب مصلحة مجتمعه. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما تجدون في القرآن الكريم بأن الله حريص جدا على كشف الألاعيب والمؤامرات التي تحاك في المجتمعات الإسلامية في داخل المجتمع الإسلامي أو في خارج المجتمع الإسلامي. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، مثلا يضرب لك مثل على المنافقين في الداخل، ويضرب لك مثل على الكفار في الخارج، يعطي علامات استفهام، يفتح محاور جدل، كذلك يلقي الأضواء على الكثير من المحاور المهمة في المؤامرات التي تهيئ وتقيض ويراد من خلالها إسقاط الدولة الإسلامية، إسقاط المجتمع الإسلامي. نجد بأن الله سبحانه وتعالى دائما يكشف المؤامرات الإقليمية، سواء من المشركين، سواء من الكفار، سواء من اليهود، سواء من المنافقين الذين هم في داخل المجتمع الإسلامي. هؤلاء كلهم الباري عز وجل يكشف مؤامراتهم، مؤامرات سياسية، استعدادات عسكرية، تفكير، تحالفات، اصطفافات. الباري سبحانه وتعالى كلها يكشفها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يكشفها فقط بوحي خاص، يكشفها في القرآن الكريم. ليش يكشفها بالقرآن؟ أولاً حتى ينمي الوعي المجتمعي عند المسلمين، لأن المسلمين الكثير من عندهم يقول لك خلاص أنا واجباتي تجاه الله سبحانه وتعالى أن أصلي الصلاة في أوقاتها، وأن أحج البيت الحرام، وأن أحافظ على أسرتي وعلى بيتي وعلى منزلي،
وأن أؤدي الواجبات الخاصة والعامة العبادية، وأحافظ على حدود الله في المعاملات، في الأسرة، في المجتمع مع الجار، وخلص. هذا سلوك فردي، هذا وعي فقهي، هذا وعي أخلاقي، لكن هذا ما يغني عن الوعي السياسي. أنت عندك مسؤولية أسرية، مسؤولية اجتماعية، وعندك مسؤولية سياسية وأمنية. أنت جزء من هذا المجتمع، عليك بأن تمارس هذا الدور. الباري سبحانه وتعالى لما يكشف هاي المؤامرات للمسلمين يكشفها من أجل أولاً المجتمع المسلم يصل إلى مستوى من التفكير العام الجمعي، بحيث المجتمع كله يتوعى إذا أكو مؤامرة عند قريش. إذا قريش خاضت فد مؤامرة معينة، عقدت مؤامرة صفقة معينة، إذا عقدت صفقة مع اليهود، إذا اليهود خانوا عهودهم، خانوا مواثيقهم، الباري سبحانه وتعالى ينطبوا أحمر للمسلمين، يقولون ترى هناك دسيسة ومؤامرة تحاك عليكم من قبل اليهود اللي عاهدتوهم وصالحتوهم، أو من قبل المشركين، راح يغيرون عليكم. أنا أخبركم، ترى لا تحسبونهم جميعا، ترى قلوبهم شتى، لا تحسبوهم أقوياء، ترى هم ناس ضعاف. دائما يكشف نقاط الضعف عند المجتمعات المعادية الأخرى. فإذا يريد وعي مجتمعي. ثانيا، الباري عز وجل يريد يخلق هاي الاستراتيجية، استراتيجية الوعي للمجتمعات القادمة مثل مجتمعنا اليوم. وشوفوا هذا القرآن اللي البعض مع الأسف الشديد الآن، حتى من المثقفين الأكاديميين عندنا مع الأسف الشديد، المسلمين بصورة عامة، أنا لا أقصد مذهب دون مذهب ولا طائفة دون طائفة، الكثير من الأكاديميين بدأوا ينزعون إلى تأريخانية القرآن. القرآن كتاب إجي يعالج مرحلة من العصور وانتهى مفعولة بعد، خلص إجي ناقش قضايا معينة، أسقاطاته أكل الدهر عليها وشرب، وهذا غلط. ولا يغرك فلان عنده شهادة دكتوراه، أفرض بالفقه أو بالتاريخ الإسلامي، هذا درس له 3 سنين، 4 2 3 4 تلقاهم هذول محترمين اختصاصهم، الليل والنهار يبحث في المكتبة ويبحث عن أصول العلوم وكيفية الوصول إلى هذه العلوم. ذاك اللي تقدر تقف على علومه وتأمن من عنده في تشخيصه للأخطاء وفي تشخيصه للأحداث وتعليله للظواهر. أما أنت الكثير من عندهم جاك أخذ له 2 3 4 وصار نيته بأن يعلل النبي، وعنده قابلية وقدرة على تحليل العقائد الإسلامية وتحليل ظواهر التاريخ والسنن التاريخية، وهاي بالواقع تريد صرف سنين. احنا في الحوزات العلمية تصرف 17 علم أو 16 علم أو 20 علم، كل ما يمشي الزمان كل ما تنفتق علوم أخرى وتظهر علوم أخرى، يمكن أن يصرف العالم بها 60 إلى 70 سنة يلا يصل إلى الموقف الفقهي والشرعي. مو صحيح؟ احنا الجماعة لا، صار 4 سنين رأسا نزل رسالة وصار نيته يناقش النبي ويناقش سياسة النبي ويناقش ظواهر القرآن ويناقش ظاهرية القرآن، نعم تاريخية القرآن، ويناقش محدودية اسقاطات القرآن الكريم، وهذا بالواقع من اكبر الاخطاء التي تقع والمجازفات التي تقع اليوم. القرآن الكريم كل قضية يناقشها تلقى اسقاطاتها المعاصرة في كل عصر موجودة، كل عصر موجودة. نرجع الى اصل الموضوع. القرآن الكريم إذن يريد يقول للنبي ترى انا اريد انبهك أن هناك مؤامرات، أن هناك تخطيط، أن هناك استراتيجية معينة، أن مجتمعك يا رسول الله مجتمع مخترق. لا يضرك هالقد عمامته، ولا يضرك هالقد مثلا تجربته، وفلان قاتل معك سنة، وفلان صلى وراك 2 3 أسبوع، وفلان بذل مال معين، وفلان نعم جمل عبارته معك. ترى يمكن هؤلاء أن يكونوا مشروع للأجنبي، تحولون إلى مشروع للأجنبي، فدير بالك ترى مجتمعك مخترق. وهاي وضعية ظاهرة الاختراق الأمني والاختراق، نعم
التجسس الموجود الآن، الاختراق، افرض على سبيل المثال أنت عندك اليوم مجتمعاتنا مخترقة الإسلامية أمنياً، سياسياً، اجتماعياً، اقتصادياً، واللي ما عنده هذا الوعي ويتصور أن مجتمعاتنا هاي الآن، افرض بلداننا الإسلامية العراق، سواء مصر أو إيران أو الكويت أو سوريا أو لبنان، اللي يتصور هذا المجتمع متماسك وماكو رجل غريبة وماكو فكر غريب، هذا إنسان خلي راجع له مصحة للأمراض العقلية، لأن هذا مو عاقل. لأن هاي المصايب كلها اللي عندنا الآن تدل بآثارها على أننا مجتمعات محفورة ومنخورة ونعم ومخترقة وتحرك بأبسط الأسباب. تجي الآية المباركة من بعد هذا الجو، أريد أبين لك، تجي الآية المباركة تبين للنبي، تقول له لقد ابتغوا الفتنة من قبله. طيب منو هذول اللي ابتغوا الفتنة؟ اللي ابتغوا الفتنة هنا أكو خلاف أو أكو رأي حتى نثر البحث. الرأي الأول يقول اللي ابتغوا الفتنة هم المشركون، هؤلاء كانوا دائما يحفرون الحفائر للنبي، وما أعتقد إنسان واعي تنام عينه عن الأجنبي، كل إنسان واعي. يجيك واحد وقال لك والله الدنيا بخير، إحنا الآن قاعد ناكل، خصوصا هاي بعض شعوب الخليج وبعض المترفين والأغنياء بالعراق وبعض المترفين والأغنياء بالكويت وبالإمارات وبمصر وبإيران وفي لبنان، يقول لك إحنا بخير، مشاريعنا الاقتصادية عامرة ومشاريعنا نعم التنموية عامرة واجتماعيا إحنا ناجحين وأمورنا تمشي بانسيابية عالية، إحنا بخير، إحنا ما محتاجين شيء، إحنا ما يحوم حولنا الخطر. تقول له ترى أكو من يريد لك الخطر، الخطر إذا نمت فهناك من لا ينام لك، ترى أكو أعداء لك ما ينامون لك الليل، يفكرون الليل والنهار من أجل احتلالك، من أجل إضعافك، من أجل تحويلك من متبوع إلى تابع، من تحويلك من سيد إلى عبد، من قائد إلى مقود، من قوي إلى ضعيف، إلى مطية تمتطى، إلى مشروع يستهلك. يقول لك إيش دعوة هالنظرية هاي، وإيش دعوة هالعقلية هاي، هاي نظرية المؤامرة كابوس يحكم على عقولكم، إيش دعوة هالتشاؤم والتكاؤب هذا؟ هذا إنسان ما واعي، هذا إنسان مغفل، هذا إنسان تقدر تسميه كالأنعام بل هو أضل. تدرون أنتو هي مو بس قريش اللي ما كانت تنام عن النبي، قريش كانت كل سنة وكل فصل كان عندها مشروع وقبيلة أو نعم مجموعة قبائل تتحالف وياها وتهاجم النبي. استعملوا حرب الإشاعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طببوا مجاميع من الناس دخلوا للمسلمين، استعملوا حرب الإشاعة حتى أنهم أفزعوا المسلمين من قريش. بعد استعملوا حروب أخرى، حرب الاقتصاد، محاصرة النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استعملوا حروب التحالفات السياسية مع اليهود وغيرهم، استعملوا الحروب نعم التحالفات العسكرية، بحيث جميع القبائل كل سنة يجمعونها ويتهيئون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمتلك هذه الحاسة الأمنية الشديدة، عدة حاسة أمنية مرهفة جدا. تدرون النبي كان إذا أراد يعبئ جيش من أجل غزوة كان لا يخبر أحدا أبدا، ما كان يخبر أحد، يعني افرض عنده غزوة من الغزوات، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة حنين، أي غزوة يبيتها ويقول لهم اخرجوا على بركة الله، فلا يصحر لهم ولا يبين لهم أي غزوة يريد. ليش؟ لأنه يخاف من العيون الموجودة كانت في داخل مكة أو في داخل المدينة عفوا، لأن كل ذول المجتمع مخترق، كانت الجواسيس لقريش موجودة، رأسا تروح لهم الإرسالية، محمد تحرك، رسول المسلمين عبأ جيشه وتحرك لكم، خذوا حذركم. كان النبي يستعمل عنصر المباغتة وعنصر السرية، إلا في معركة تبوك، ذيك معركة معروفة وإلها أسراء، النبي ذيك أصحر بها بيّن. ولهذا تشوف النبي مثلا على سبيل المثال، أضرب لك فد مثل بسيط، بمعركة ذات السلاسل، معركة ذات السلاسل معركة معروفة، اجتمعت قريش وأحلافها وجيوشها وكانت جيوش ضخمة جدا،
وتهيأوا. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 بعوث. بعث أبو بكر مجموعة بسرية من السرب جيش عظيم انهزموا، بعث عمر انهزموا أيضا، وقيل بعث عمر بن العاص فانهزم. فالتفت النبي للإمام علي قال قم لها يا علي، قم لها أبو حسين. قام علي بن أبي طالب جمع نفس الجيش اللي انهزم 2 أو 3، ومرات حتى الله يبتلي المسلمين بقائد ما يعرف 5 من 6، الله يبتلي المسلمين والجيوش بقائد إنسان يعني هو منهزم بذاته، هو إنسان أجوف مثل الطبل الأجوف، تجي الكلمة تغير مشاعره. شلون عبيد الله بن العباس كلمة واحدة من معاوية خلته ينهزم ويترك الجيش بغير راعي، كالغنم بغير راعي. دائما القائد مسؤول. مرة القائد يصنع من الجيش كل جندي يخلي من عنده أسد كاسر يصرع العشرات ولا ينصرع ولا يسقط من الطعنة الأولى، ومرة تلقى لا والله على حس الطبل منك بمجرد أن صاح وجوههم هذا تلقى الكثيرة ما لها والي. كل هو القائد، القائد هو اللي يعبئ الجيش معنويا قبل تعبئته عسكريا قبل تعبئته ماديا، وهو بإيده أن يكسر هذا الجيش معنويته يخليه عرضة للهزيمة. نفس الجيش اللي قادوه هؤلاء القادة الذين هزموا قاده علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. إجا الإمام علي يمتى طلع لهم علي بن أبي طالب محل الشاهد، استعمل عنصر المباغتة، جاهم علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه وقت السحر. شايفين معارك علي بن أبي طالب؟ الجيوش تطلع عادة بالنهار، المعارك دائما تخاض بالنهار، لكن مو دائما هاي الحروب التقليدية تخاض بالنهار. بعض الحروب عليكم السلام مولانا، بعض الحروب قد تقتضي كثرة العدو، قد يقتضي وعي العدو، قد تقتضي نعم حاسة العدو الأمنية والاستخبارية أنك أنت تحاصره وتباغته حتى في الوقت. يوم تطلع لهم أبو حسين سلام الله تعالى عليه علي بن أبي طالب، طلع لهم ويا سهوة الغفوة ويا حالات النوم وقت السحر، حمل عليهم حملة رجل واحد طوقهم وقت السحر وهم كلهم نايمين، جابهم كلهم قوت، رجالهم أبطالهم أنعامهم مواشيهم جابها كلها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقبل النبي بذيك اللحظة لما أقبل علي بن أبي طالب من بعد ما انكسروا المسلمين 3 مرات، لأن هي مو مشكلة أن ينهزم الجيش مرة ومرتين، المشكلة أو الأهم من ذلك أن تجعل من الهزيمة ثروة لمعرفة نقاط ضعفك حتى تتسلح وحتى تصلح المواقف وتجعل منها نقاط قوة. هاي طبعا شيء مهم، الهزيمة تعتبر ثروة خبروية للقائد وللجيش وللمنظر وللأمة بصورة عامة ولتأريخ الأمة. علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه استغل نقاط الضعف عند هذول المتقدمين، جعل منها نقاط قوة، جابهم كلهم للنبي. النبي لما سمع علي بن أبي طالب جاي وفتح الله على أيديه وهزمهم، ومو بس هزمهم، أسرهم هم ومواشيهم وأنعامهم، قال النبي الأصحاب قوموا بنا نستقبل علي بن أبي طالب. طلع له باستقبال رسمي هالمرة. راد الإمام علي سلام الله تعالى عليه لما شاف النبي أقبل والأصحاب وكل المهاجرين والأنصار واقفين وهم مشرئبو الأعناق وقد أخذتهم السعادة وذروة الفرح والعزة بهذا الموقف العلوي الأبي، هذا الموقف الشجاع. لما راد ينزل علي بن أبي طالب احتراما للنبي قال للنبي ابقى يا علي على ظهر جوادك، والله لولا أني أخشى أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى في المسيح عيسى بن مريم، لقلت اليوم فيك قولا جعلت الناس تأخذ التراب من تحت قدميك. علي بن أبي طالب انت رفعت رؤوس المسلمين يا أبا الحسن بموقفك هذا. إذن نرجع على أصل الموضوع، إذن عنصر المباغتة مهم، لكن التمنين تجيب عنصر المباغتة إذا أنت عندك ضابط بالحشد الشعبي أو بالجيش يريد يحمل حملة، يطلع لك أسامة النجيفي من كتور يصيح هاي ما نريدها، ويطلع لك
فلان من نعم من الفرقة الفلانية من كتر يحكي لك يقول لك هاي ضد مصالحنا، ويطلع لك عدوى واحد من الجانب الآخر يصيح هذا ضد توجهاتنا، ويطلع لك آخر من الجهة الفلانية يقول لك هذا ضد الأقليات، وانفضحت وطلعت. وبعد المقابل حتى لو هم 10 نفرات هم اجوهم تبع، افرض هسه تريد مثلا تروح الجبال مكحول او تروح الى جيب من الجيوب في الميدان في المعركة، وبيه افرض 500 من داعش، خلي شوية اطبقها لك تطبيق واقعي الان معاصر، بيها 500 من داعش وطلعت لك 5 أو 6 أو 10 فضائيات تناقش هاي الحملة وتنتقد هاي الحملة وتربك حركة هاي الحملة، حملة الحشد الشعبي أو الجيش، والله يحفظهم وينصرهم. ذولاك إذا هم 500 التموا وصاروا 10,000، مو صحيح؟ وإذا هم معداتهم على مستوى متوسط صاروا يجيبون أقوى المعدات العسكرية، وإذا الحرب تستغرق 1 أو 2 أو 10 أيام صارت تستغرق 1 أو 2 شهر، وإذا الضحايا اللي تحقق النصر 10 ضحايا صارت مثلاً 70 ضحية و70 شهيد، سبب من؟ بسبب كشف الحملة، والمفروض مثل هاي الحملات لا تكشف. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له لقد ابتغوا الفتنة. إذا الرأي الأول هم المشركين، والمفروض أن الإنسان يصير عنده وعي. زين، اسقاطها المعاصر تطبيقها على الوضع المعاصر الان، من هم الان؟ احنا الان مخاطبين بهاي الايه لولا اخواني، هذا سؤال جدا مهم، هل نحن اليوم مخاطبون بهذه الايه ام ان النبي لوحده مخاطب؟ هل القاده الميدانيين مخاطبون بهذه الايه ام ليسوا بمخاطبين؟ هل العلماء الاعلام مخاطبين بهذه الايه ام ليسوا بمخاطبين؟ هل الكتاب والصحفيين والمفكرين والمثقفين مخاطبين بهذا الخطاب الإلهي لو ما مخاطبين؟ طبعا الكل مخاطب، أنا وأنت والكل مخاطب. شي يقول لنا إذا رب العالمين بهاي الآية؟ يقول لنا بواسطة النبي صلى الله عليه وآله احذروا من أمريكا، واحذروا من بريطانيا، واحذروا من التحالفات الغربية والتخطيط الذي يخطط لكم. احنا عندنا اكو مشكلة الان، احنا نهزأ بكل واحد يحذرنا من امريكا لسبب واحد، خلي اكشف هذا السبب ما بيعيب. السبب الواحد انه صدام حسين 30 سنة يصيح الامبريالية الامريكية، بحيث اذا اراد واحد يتكلم عن الامبريالية الامريكية والتخطيط الغربي لاستعباد المسلمين واحتلال بلدانهم وكشف استراتيجية جديدة من أجل استعبادهم واحتلالهم وإضعافهم، راح نضحك عليه نقول يوه هاي الخطابات، هم رجعنا الخطابات عبود، ملينا من عندها هذه. وبالواقع نفس المرض هذا، هسه ذاك تكلمها بأي نية بأي عبارة بأي طريقة، كان ضمن عقل واعي مواعي صادق مصادق، ما لنا علاقة به. احنا علينا الآن بالمرحلة اللي نعيشها إحنا الآن، أمريكا تصرف المليارات على مؤسسات الفكر التي تخلق الاستراتيجيات العسكرية والثقافية والمؤامرات والفتن لبثها في الشعوب الإسلامية، وإحنا قاعدين 3/4 عايش بأمريكا وقسم مؤسساته بلندن وبفرنسا وبالأردن، وبعمق هؤلاء اللعناء عايش وقاعد مخلي قاعدته بنصهم، قاعد مخلي قاعدتك بنصهم وتدعي أنك مسلم وعربي وغير واعي زمانك. هسه إلا هذاك المطارد واحد، إلا هذاك اللي يشوف أفرض نيته مع الله سبحانه وتعالى أنه في ذلك البلد يشوف عنده مشروع ثقافي صرف وما له علاقة بالسياسة واحد. أما يا أخواني اطمئنوا أن هذه البلدان إذا لم تكن ضرورة قصوى فإنها بمقدار ما تعطي تأخذ أضعاف من ولاء الإنسان الدينة ومن فكرة ومن عقيدته ومن استقلال رأيه واستقلال تحركه. علينا أن نحذر أمريكا في الوقت المعاصر الآن، علينا أن نحذر أمريكا في المستقبل اللي راح يجي، المستقبل القريب، لأن أمريكا وتل أبيب وإسرائيل هي تل أبيب، نعم، والتحالف الأوروبي
وجميع العالم ودول إقليمية موجودة الآن كلها تخطط من أجل ضرب الشيعة، من أجل تفتيت الشيعة، من أجل أن يضرب الشيعة بعضهم بعضا، من أجل أن يطعن الشيعة بعضهم بعضا. لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يمزق الشيعة ويضعف الشيعة إلا إذا خلقوا فتنة بين الشيعة. فالله الله يا شيعة علي في أنفسكم. الآن أعظم مخطط تخطط أميركا وحلفائها في المنطقة هو سيناريو يخلق ضرورة معينة، حالة معينة بذرائع معينة ليضرب الشيعة بعضهم بعضا. إياكم يا شيعة علي أن تكونوا يد أميركا الضاربة، إياكم يا شيعة علي أن تكونوا يد إسرائيل الضاربة، إياكم يا شيعة علي أن تكونوا يد محمد بن عبد الوهاب الضاربة. كونوا متحالفين متوحدين متراصين في هدف واحد، في غاية واحدة، مبدأ واحد، نعم شعور واحد، قلب واحد، أولويات واحدة، سيناريو واحد، حذر واحد، مشروع واحد، حركة واحدة. وعلينا أن نفهم أنه الآن مو من صالحنا في الكثير من القضايا أن يكون إن موقف حاسم. بعض القضايا الموقف الحاسم قد يكون غير مرغوب فيها، قد يكون غير محمود العاقبة فيها، لأن فيها متشابهات. أنا ما أقدر أحكي أكثر من هذا، التلويح أفضل من التصريح. ديروا بالكم أخواني، الله يوحد كلمتكم. علم الله دعائنا ونحن نرى هذه الغيوم المتراكمة من الفتن والبلاء والتي تصرف عليها المليارات من فقهاء البترول، من أميركا، من إسرائيل، من العالم ضد شيعة أهل البيت. ضمن هذه الرؤية المظلمة لنا أمل بشيعة علي بن أبي طالب، لنا أمل بأبناء ولاية علي بن أبي طالب. توحدوا كما توحد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكما أمروا شيعتهم بالتوحد، وكان الإمام إمامكم الصادق عليه السلام يبذل أمواله من أجل توحيد صف الشيعة. إمامكم الرضا عليه السلام كان يسافر إلى البلدان من أجل أن يوحد صف الشيعة. وحدوا صفوفكم، دير بالك أنه أنت بغيظك من فلان وفلان، حتى لو كان فاسد، حتى لو كان مفسد، أكو ألف طريق من أجل إضعافه ومن أجل تحييده وإزالته وعزله بدل عن الدماء. إياكم والدماء، مو صالحنا للصدام الآن. وأنا أقولها وأنا مجرد من أي مصلحة حزبية، والحمد لله الكل يعلم بأنني أميري حسين ونعم الأمير، ما لي علاقة واحد، وليس لي مصلحة عند أحد، وليس لي شركة مع أحد، وليس لي غاية مع أحد. كلهم أحبهم، كل الصالحين، المفسد أنا ما أحبه. أحب الصالحين وأحب الأتقياء وأحب المجاهدين والطيبين، ولهذا لا أريد لهم أن يكتفى بهم لمحاربة أحدهم الآخر. خلينا نكون أهل وعي. بعض الأحيان أمور ظاهرها لك مصلحة لكن عاقبتها مفسدة. قد يجيك خبير من جهة فلانية يقول لك اعمل العمل الفلاني، استعمل الاستراتيجية الفلانية، بالظاهر قد تكون بها حل لكن بالعاقبة عاقبتها سيئة. شو يقول القرآن الكريم؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. هذا الرأي الأول بالمشركين. الرأي الآخر، لا، أكو مجموعة من المنافقين في المسلمين، هذول اللي كانوا مشكلين فدلوب خاص يحاول أن يحيط بالنبي. أقولها بحذر، يحاول، ما محيط بالنبي، يحاول أن يحيط بالنبي. هذا اللوبي كان موجود يطرح آراء على النبي ويجون يصفون أنفسهم على أنهم خبراء، يجي يتخلل. ولهذا أقول على العالم عالم الدين، وعلى القائد أن يكون بأعلى مستوى وأعلى ذروة في الوعي السياسي، يقرأ كون الوجوه، يقرأ ما وراء السطور، يقرأ ما هي الدوافع الحقيقية لهذا المستشار. لأن مو كل واحد يقعد يمك أيها القائد الديني والسياسي، أيها العالم، أيها الفقيه، أيها المجتهد، أيها المفكر، مو أي واحد يقعد يمك ويقول لك أنا بحسب خبراتي أرى أن تقدم كذا وأن تؤخر كذا وأن تفعل كذا وأن تقدم هذا وأن تعزل هذا وأن تفعل كذا وكذا. لا، مو بالضرورة. هذول أكو بيهم
يجي ناس عندهم أهداف خارجية مقليمية بالمحيط، يجي يصف نفسه يقول بنفسه بقالب الخبير ويخترقك بهاي الطريقة، ويحاول أن يغير قناعاتك ويغير الثوابت. مثل ايش؟ خلي اضرب لك فد مثل تاريخي. عثمان بن عفان واحد اللي خلى عثمان يصل الى تلك المرحلة التي انتهت بقتله. عثمان يقولون المؤرخين بان في اول ايام خلافته كانت الناس لا تشكو منه شيئا، 4 سنين 5 سنين كان يسير على المسار العام من الذين من قبله. هسه احنا عندنا اشكالات كثيرة على المسيرة العامة، لكن عموما هكذا عندهم، يقولون كان ماشي على حسب الاصول. تغير من بعد، لانه خلافته 13 سنة تقريبا، تغير من بعد هذا 7 سنوات، تغير صارت عنده بطانة، هاي البطانة صارت تأمره وتنهاه، تقول له اعزل فلان، تقول له قرب فلان، تقول له اقتل فلان، تقول له حارب فلان، افقر فلان، اعزل الوالي الفلاني، هين اهل العراق، هين اهل مصر، هين اهل اليمامة، هين اهل فلان، اهل البلدة الفلانية. منو هاي البطانة؟ البطانة مجموعة من هؤلاء، ما ادري شو يسميهم، اكو عبارات بداخلي والله ما اقدر اتكلمها، مجموعة من الزبانية خلينا نعبر عنهم، يرأسهم مروان خيط الباطل، هذا طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قال النبي المدينة ما راح تستقر ما دام مروان بها، اطلع برا حرام عليك المدينة. مروان رجع، مو بس رجع للمدينة، تزوج بنت الخليفة، صار صهر الخليفة، ومن صار صهر الخليفة بعد النسيب يصير بعد نسيب ولا تصير ابن عم، والحكي تدرون هو عبر التاريخ كله للنسيب، عبر التاريخ صير عالم، صير فقيه، صير زعيم، صير قائد، صير مجاهد، حتى كله بالشط، صير نسيب، كلامك ماشي. ما أعرف أنا شنو فلسفتها، شنو وضعها، ليش هذا النسيب مأثر دائما بهالطريقة، هاي ما أدري بيها، يكونوا تسألوهم هم هذول شنو يستعملون من طريقة. زين، إجا هذا مروان، دخل العثمان بن عفان، وصل تغلغل الأعماق قلبه، تريد النبي ها، صار انطاه والي على مكة والمدينة، وانطاه فدك اللي حرموا منها الزهراء، وزوجه ابنته، صار الآمر الناهي، صار مروان يتحكم. مروان كان وراء عزل الولاة وتنصيب الولاة في مصر وفي العراق، كان وراء حرمان أهل مصر وجلد بعض رجالهم، وفي العراق أيضا بعض التصفيات الجسدية كان وراءها مروان، تقليل عطاء الناس ورواتبهم، منه كان وراءها؟ مروان، مو صحيح؟ إهانة أبي ذر الغفاري الشيخ الصحابي الجليل، وراءها كان مروان. إثارة حساسية بين عثمان وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، منه كان وراءها؟ كان وراءها مروان. إثارة عائشة على عثمان حتى أفتت بقتله، منه كان وراءها؟ كان وراءها مروان. إجلاب أهل مصر وأهل العراق، منه أثار هاي ردة الفعل؟ مروان. هذا النسيب اللي كان يتأمر ويأمر وينهى، بالنتيجة أجهز على صهره عثمان بن عفان وقتل قتل بشعة. يقول الإمام علي سلام الله تعالى عليه، قالوا له اختصر لنا أمير المؤمنين، وصف لنا المقام باختصار، شنو كانت قضية عثمان؟ قال لقد استأثر فأساء الأثر، يعني حول أموال واكتنزها بطريقه سيئه. شلون هسه افرض حكومتنا، برلماننا، شلون هسه بعض وزرائنا، بعض وزراء العراق، ما اقول وزرائنا، بعض وزراء العراق، بعض القوائم، بعض الاحزاب، هاي ما عندها شغل وعمل الا ان تخلي ما طورب 80 انج يسحب الماليه الضخمه وتودع شيء بالاردن وشيء بسوريا، عفوا شيء بالامارات، شيء بتركيا، شيء بأمريكا، شي بكندا، بعد كل من وعلاقاته وأرضيته اللي يفكر باكر يروح لها، سحب أموال طائلة. قال هي أنت أسرق بوك، أنت تريد الطب الجهنم طب الجهنم، لكن وإن شاء الله إلى جهنم، لكن من تريد تسرق فكر أيضا بمصيرك. وأكو بعض الأحيان الإنسان من يسرق بعقل، أكو واحد يسرق مو بعقل،
بدل ما يسرق له مليون مليونين يفكر بعشر مليارات، بالنتيجة ايش راح يصير؟ راح يتحول على إلى عبء على اقتصاد الدولة، وبعدين يجهز على كل الدولة وتطيح الدولة بسببه، وهذا اللي صار بعثمان واللي نحذر أن يكون بدولتنا. ايش قال عثمان؟ ايش قال الإمام علي؟ قال: لقد استأثر فأساء الأثر، وجزعتم فأسأتم الجزع. انتوا حتى لا تردون تعزلوه، مو صحيح أنه أنت تجي تقتل وتمثل وتفعل وتفعل. أنت إنسان عندك قانون، عندك دستور، تحاسب ضمن القانون ضمن الدستور الفاسد. أهم شيء أنه لا تجعل أمام القانون حصانة لأحد. يسر القانون، يسر القانون، لكن هذا لا تجيسه وذاك لا تجيسه، بس قوائم الكهرباء بالآلاف المؤلفة ومئات الآلاف تمشي للبيوت وتسحب هاي الأموال الطائلة، قوائم الماء وقوائم الكهرباء والضرائب والمستشفيات والدنيا والأموال الطائلة تسحب من المواطنين، وذاك الرأس الكبير اللي يسرق الأموال والمليارات ما حد يقول له تدن الأوراق. يطلع فشل بهاي الوزارة خلوه بالوزارة الأخرى، فشل من هاي خلوه على هاي، فشل من هاي خلوه على هاي، إلى أن صارت عدة حالة نفسية قالوا لا تخاف احنا المجتمع ضاربين عرض الجدار، راح نخليك افرض وزير على الزراعة، او نخليك افرض وزير على الاعلام، او نخليك رئيس قائمة، او نخليك نائب رئيس، راح نخليك، احنا ما راح نهين قدرك. الشعب مو مهم قدره، والشعب مو مهم مصلحته، والشعب مو مهم مصيره، ولا مهم سياسته وامنه واستقراره. المهم هاي الرؤوس الكبار كرامتها اهم شيء عندنا. فالقرآن يحذر يقول دير بالكم أن يجوكم البعض، يقول لك ما دام أكو هج فساد، ما دام أكو هج انهيار، نعم حاولوا بأن شنو؟ أن تكون عندكم ردة فعل تكسحونهم هؤلاء مهما صارت من دماء. لا هاي غلط. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. هاي اللوبيات الخاصة عند المسلمين حتى جاء الحق وظهر أمر الله. الله فضحهم. جاء الحق وظهر أمر الله لها فهمان من عدة أفهام. مرة أن الله أنزل على النبي وحي وكشف هذه الاستراتيجية والتخطيط، ومرة لا، أن الله يحفظ دينه حتى ولو كان النبي ما موجود، يحفظ دينه. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يد الله فوق أيديهم. هذا الدين وهذا المذهب الحق والعراق ومن حوله من البلدان المسلمة المستضعفة مهما أهينت، مهما توحدت ضدها الاصطفافات مثل اليمن والعراق وسوريا ولبنان وإيران، هذه البلدان العظيمة الطيبة الطاهرة مهما اصطف العالم ضدها ومهما حاولوا تصفية الحساب معها، فيد الله فوق يد أمريكا وإسرائيل وحلفائهم في المنطقة، ليأمن الجميع، ليطمئن الجميع أن الله موجود سبحانه وتعالى، وبأن الله ناصر عباده المؤمنين. لا تريد إلا شوية وعي. وهم كارهون. وقفوا قدام الحسين سلام الله تعالى عليه، قالوا لا أبا عبد الله بايع يزيد بن معاوية، إجا اللوبي موجود، عبد الله بن عمر، عمر الأطراف، نعم مجموعة من هؤلاء كثير من عندهم، ما أذكر أسماءهم، لا أذكر أسماءهم لخوفا من الإطالة، وقفوا أمام الحسين صلوات الله عليه لصرفه عن الجهاد وصرفه عن السفر. قالوا لا تطلع، إحنا نتخوف عليك أن يكون كذا وكذا. حاولوا يقلبون له الأمور، حاولوا أن يحسسون بأن ظهور فتنة، بأن ظهور انشقاق، بأن ظهور حرب على الإسلام، بأن ظهور نقض للأمن والأمان، بأن ظهر إلى مضاعفات خروجه، ثورته، نهضته لها مضاعفات سيئة على الإسلام. قالهم الحسين: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. والحسين بالمناسبة إذا تقرون تاريخه، الحسين تعمد واستعد وركز على عدم ابتداء القوم بالقتال أبدا. تلاحظون حتى بكربلاء يريد يودي لنا رسالة يقول خاف يجيكم واحد باحث أكاديمي أو متعصب أو وهابي أو مثلا ناصبي
يقولكم الحسين طلع شاهر سيف، فش يسوي يزيد بن معاوية؟ وجد نفسه أمام حلة ثانية له أن يقاتل الحسين. لا، حسين عليه السلام لم يشهر سيفه بوجه أحد. صحيح دعوا أهل العراق وإجا، ولما وصل وحاطوا به في كربلاء قال لهم: إن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. انتوا دعيتوني، هسه صار نيتكم تبايعون ابن زياد وتبايعون يزيد، روحوا وإلى جهنم. لكن دعوني مثل ما دعيتوني، خلوا لي مجال أنصرف إلى مأمني من الأرض. قالوا لا، قالوا لا، حتى تنزل على بيعة يزيد بن معاوية. قال: لا والله، لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. وحتى يوم العاشر لما شتمه الشمر أمام المرأة والمسمع أمام العالم كله، قال لمسلم بن عوسجة: أبا عبد الله دعني أرميه بسهم. والحسين يدري قاتل الشمر، ويدري الشمر شنو معدنه وشنو منبته وشنو أصله، وماذا سيصنع بالحسين، وماذا سيصنع بأسرة الحسين عليه السلام. قال للحسين: لا يا ابن عوسجة، إني أكره أن أبدأ هؤلاء القوم بقتال، أنا ما أحب أقاتلهم، أنا أريد أن أترك طابع عبر التاريخ، طابع سلمي لنهضتي. أنا لم أجئ لمقاتلتهم، أنا جئت للإصلاح، عندي مشروع بنيوي، عندي مشروع إصلاحي، أنا أريد أن أبني دولة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدون إراقة دماء. لكن إذا هم كانوا مصرين على قتالنا خليهم هم يبدؤون بالقتال. وفعلا بدأ ابن سعد وحمل قوسا وسهما وقال: اشهدوا لي عند الأمير ابن زياد أني أول من رمى الحسين بسهم. وفعلا رمى الحسين ورموا أصحابه، فرموا 30,000 سهم تجاه معسكر الحسين عليه السلام، حتى لم يترك أحدا من أصحاب الحسين إلا أصابه سهم من سهام القوم. التفت لهم الحسين، بدأت بني أمية بالقتال. الحسين لحد تلك اللحظة كان دعوته دعوة سلمية، لكن لما رموهم بالسهام وابتدأت الحرب نشب القتال، بدأ زحف عمر بن سعد للحسين وشهروا سيوفهم على الحسين. خلوا الحسين أمام خيار واحد لا ثانية له، وهو الدفاع. التفت الحسين إلى أصحابه قال لهم: قوموا إلى الموت رحمكم الله، قوموا إلى الموت الذي لا بد لكم منه. وطلعوا بين يدي أبي عبد الله الحسين، وشوفوا أنصار الحسين سلام الله عليهم. حقيقة إذا أردت يوم من الأيام أن تنزل إلى ميادين الكفاح والقتال ونصرة الحق، ما عليك إلا أن تتلبس بشخصية واحد من أنصار الحسين، يكفيك. لا تريد عتاد، ولا تريد دفاع، ولا تريد ثكنات، ولا تريد خوذة، ولا تريد درع، ولا تريد كل شيء. يكفيك أن تقول أنا حبيب ابن مظاهر، يكفيك أن تقول أنا زهير، يكفيك أن تقول أنا جون، يكفيك أن تقول أنا عابس، يكفيك أن تقول أنا عمرو بن قرظة الأنصاري، يكفيك أن تقول أنا ابن عوسجة مسلم بن عوسجة، يكفيك أن تقول أنا عبد الله بن عمير. هؤلاء كلهم اللي طلعوا مع الحسين أمام تلك الزحوف، عجيب، 30,000 يوقف قدامهم عابس يدعوهم إلى المبارزة، يجبنون، يقولهم: لماذا لا تبرزون يا أهل الكوفة؟ أتخافون من درعي؟ حل أزرار الدرع رماها على الأرض. أتخافون من خوذتي؟ شال الخوذة رماها على الأرض. من تخافون؟ فبقي حاسرا إلا من سرواله. قالوا له: أجننت؟ أكو واحد ينزع درعه وينزع لامة حربه بالحرب ويظل بطرق الدرع، بطرق السروال، فقط بالسروال والسيف؟ أجننت؟ قال: لا تلوموني، إن حب الحسين أجنني. أنا صاحب عقيدة، صاحب مبدأ، إذا تعتبرون ذوباني في مبدأ جنون فليكن هذا جنونا. زهير بن القين يوقف أمام الحسين، يضع يده على منكبه، يقول: أقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا، وذاك الذي ندعوه نعرفه الوصية. يقاتل زهير بن القين قتالا شديدا لم تعرف له الأبطال قرينا في ذلك اليوم. يبرز، نعم، من بعد ذلك
كثير من أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم منهم جون هذا الشيخ الصالح، يقول للحسين سلام الله تعالى عليه، يقول له يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية، أنت رجل تعاين الموت، أنت الآن رجل على أعتاب الآخرة، مات مولى سيدك أبو ذر وانت جيت تعيش آخر أيامك يمنا، احنا ما مهيئينك للقتال، ما ريدك تقاتل. قال له سيدي أبا عبد الله تبخل علي بالجنة؟ إن لوني لأسود وإن حسبي للئيم، فتنفس علي بالجنة، صدق علي أبو علي بالجنة حتى يبيض لوني ويطيب ريحي ويشرف حسبي ونسبي، وفعلا شرف حسبه ونسبه وطاب ريحه ولونه. تصور أنت الآن أنا وأنت نشرف أن نكون تراب لأقدام جون رحمة الله تعالى عليه. طلعون أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم مثل هذا الطفل اللي يصيح أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. والله اليوم حط رحال القلب ينبطل ثاني، هذا البطل اللي صار ظاهرا بكربلاء، من هذا البطل؟ عبد الله بن وهب، أو عفوا يقال وهب بن حباب الكلبي، بعضهم يشددها وهب بن حباب. هذا الشاب النصراني الذي جذبته الأنوار المحمدية الحسينية الطاهرة، أنوار علي بن أبي طالب، أنوار الزهراء والحسن والحسين، والتحق بقافلة الحسين عليه السلام. يوم العاشر صار ينزل يقاتل، بعد يشوف الإمام الحسين واقف ونور الله يسطع من جبينه والأبطال تزأر بين يديه ويهدون أعداءهم هدا كما تهد الأسود فريستها. طلع هذا وهب قال سيدي أبا عبد الله أنا أريد وياك، تعلقت بي زوجتك، قالت له وهب أنت أكثر من مرة خطبتني من أبي وأبي رفض وبعدين وافق عليك بالمعجزة، وإحنا حديثين عهد بالزواج، وهب لا تتركني، إذا أنت ناوي على القتال ردني إلى أهلي. تحير وياها، التفتت لأمه قالت بني وهب لا تسمع لها، هاي خليها مالك شغل بيها، هاي الفرص تمر مر السحاب، من يقول إذا أنت وديتها لأهلها راح تلحق على الحسين ونصرته وهذا الفوز الأبدي. وهب اتركها، روح يا ابني روح قاتل مع الحسين. عجيب، نصرانية لكنها حرة، وأسلموا على يد الحسين عليه السلام. فعلا خرج يقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين، قاتل حتى قطعت يداه وأثقل بالجراح، بينما هو كذلك وإذا بامرأة من خلفه تنادي ذب عن الطيبين من ولد فاطمة. صوت امرأة، مرأة هاي همات صوتها مو غريب، التفت إلها شاف هاي زوجته اللي قبل ساعة ها الآن تقول له ذب عن الطيبين، قبل ساعة تنهيني عن القتال الآن تريدين مني أن أقاتل مع الحسين، كثر به الطعن واثقل نزاله. أي اهدوها لأبطالكم بالحشد، اهدوها لأخوانكم اللي الآن متوسدين الحومة، وأكثرهم جياع ترى عطاشا، أكثرهم مفارقين أهلهم وأحبابهم، أنت الآن ترجع لبيتك ولزوجتك ولأولادك، ذولا صار لهم أشهر ما راجعين لأولادهم، يستاهلون هاي الهدية. يقول كثر به الطعن واثقل نزاله، يا 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 اليمين قطعوا قطعوا، جاوبني اليمين قطعوا قطعوا الشمال، يسمع من بعيد الصوت شال، يا حارب يا وهب يا نور العيون. التفت ليها ولن حرمتت ندى، عمود البيت شايلته ابمتنها، يا 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 وهب منها اي شال العجب منها، تمنع قبل ساعة وتنصر شلون، يقلها من قبل هذا اش تقولي
اشتقوا لي اشوف اليوم بالحومة تنزلي. شنو اللي غير رايك؟ يقلها من قبل هذا اشتقوا لي اشوف الساعة بالحومة تنزلين. تقل يا وهفة قلبي حسين حسين مرت قلبي وهب. تقل يا وهفة قلبي حسين اسمع يصيح وين اللي يحامون. قال ما رأيتي من قالت رأيته واقفا بباب الخيمة قابضا على شيبتي يناديني وقلة ناصرا. هذا اللي كسر خاطر هاي المسيحية، الله أكبر، ما كسر خاطر المسلمين، ما أخذ أثر من المسلمين. قاتل وهب قتالا شديدا مع الحسين حتى فنوا بأجمعهم. أسألك الدعاء هاي الأبيات، يقول ما هي إلا سويعة وإذا بالحسين وقاف ينظر خيمة الأنصار خالية، خيمة بني هاشم خالية. وين التفت الحسين؟ أسألك الدعاء. التفت إلى العلقمي يقول قام حسين يمشي يم الأنصار وقف يمهم يا والي والقلب نار. نده عباس خويا والدمع فار. الله يبارك فيك. وصلت يم ابو فاضل. نداها عباس خويا والدمع فار يا خويا قوم لين الساعة واحضر يا خويا ليش وصل وانتك لابو فاضل ترى يمك هذا شارع صاحب الزمان يا خويا ليش النوم الطويل. هنيئا لكم يا خويا لي الشنام الطويلة يا خويا الطفل أكبر طالية يا خويا ما كنت تسمع ويلة يلوج من العطش لما انقضى وخار. أنا يا أنا صابر لهذا الصار. الحسين يقول وعداي عزم بيك كنت تحتزم وعداي يا أنا حال انهدم سور انهدم وعداي يا خويا شمتت اليوم بي يا خويا شمتت اليوم يا اليوم نامت عيونون بكلم تنى وتسهدت أخرى فعز منامها. إلهنا بحق مولانا أبي عبد الله الحسين وبحق هذا المأتم المبارك مأتم مولاتنا وسيدتنا أم البنين لا تدع للأخوة المؤسسين وللحاضرين والسامعين ومن كلفنا الدعاء ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا خوفا إلا أمنته. اللهم انصر جيشنا وحشدنا وكتائبنا وسرايانا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم ادفع عن بلادنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. وحد صفوفنا، ألف بين قلوبنا، احفظ شيعة علي بحق المهدي من آل محمد من كل سوء يراد بهم. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه إلى أموات المؤسسين والحاضرين ولأرواح الشهداء السعداء ولمن مات على الإيمان وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.